بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة انعقاد الدورة العالمية لمؤشرات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات لسنة 2017 التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات تحت سامي إشراف سيادة رئيس الحكومة، يسعدني أن أرحب بالسادة وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي السيد كاتب الدولة للاقتصاد الرقمي الأمين العام للاتحاد الإفريقي للاتصالات الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات مدير قطاع التنمية للاتحاد الدولي للاتصالات وكذلك الوفود الرسمية من مختلف دول العالم. متمني لكم التوفيق والنجاح في أشغال هذه الندوة والسلام.